بالفعل النتائج كانت قوية ومفاجئة حقيقة. اليوم النتائج الربع الثاني أعتقد أنها هي أفضل أرقام شهدناها لشركة البحري من حوالي 5 سنوات، وواحدة من أفضل النتائج يمكن على مدى 10 سنوات، يمكن ثاني أفضل نتائج يجيبها البحري في خلال 10 سنوات. فبكل تأكيد كانت يعني هي قوية جدا. الارتفاع كان في الإيرادات على كل القطاعات، قطاع نقل الكيماويات، قطاع نقل البضائع السائبة، حتى على الخدمات اللوجستية، كلها كانت فيها تحسن كبير في الإيرادات، تحسن في التشغيل، زادت الهوامش الربحية في الشركة. طبعا واحدة من أهم الزيادة كانت في أسعار النقل العالمي، اللي أدت إلى أن يكون عندهم زيادة أو تحسن في أسعار الهوامش. هذا كله أدى إلى تشكيل أرباح كانت قوية بالنسبة للبحري. أضف إلى ذلك طبعا كان في أرباح عن طريق حقوق الملكية وبيع بعض الأصول، لكن مساهمتها كانت يعني نوعا ما متوسطة، لكن الأهم أنه كان في تحسن الكبير في أسعار النقل البحري والارتفاع في عمليات الإيرادات بشكل عام على جميع القطاع. طيب، في قطاع البتروكيميكالز نتائج ينساب أيضا يعني إيجابية، وخاصة فيما يتعلق بالإيرادات الربع الثاني أستاذ عبد الله، التي شهدت قفزة بحوالي 25% في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني. الشركة عزت ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار بعض المنتجات، وأيضا ارتفاعات الكميات المنتجة والمباعة. حقيقة لما شاهدت هذه الأرقام توقعت أن يكون لربما هناك كان إيقاف مجدول للإنتاج للصيانة في الربع الثاني من السنة الماضية، هذا لم يكن، هذا كان في الربع الأول من السنة الماضية، انعكست على نتائج النصف الأول. فكيف ممكن أن نرى ارتفاع في أسعار البيع، كميات البيع، بالرغم من أنه النتائج التي شاهدناها من سبكم من المتقدمة لم تعطينا هذه الإيجابية في نتائج البتروكيميكلز التي أعطتنا إياها ينساب اليوم؟ طبعا ينساب استفادت اول شيء من المنتجات اللي تبيعها ينساب، هي حققت ارتفاعات في النصف الاول وخصوصا في الربع الثاني، اللي هي البوليمرز، بولي ايثيلين والبولي بروبيلين، كانت فيها ارتفاعات قويه في خلال الربع الثاني. الشركه كذلك شهدت ارتفاع في الكميات المنتجه والبيعيه مع متوسط أسعار البيع اللي ارتفعت، فكلها أدت هذه إلى ارتفاعات في أرباح الشركة. فحققت الشركة يعني نتائج يعني قوية في الربع الثاني، على عكس طبعا الشركات البتروكيميكال زي ما تفضلت اللي كانت تعاني، بسبب أنه طبعا في مو كل القطاع البتروكيميكال كان، أو المنتجات البتروكيميكال كلها ارتفعت. فهذه كلها أدت إلى أنه ينساب استفادت حقيقة من ارتفاع أسعار منتجاتها اللي كانت في البوليمرز، ويمكن نأكدها مع المتقدمة لأنه تشترك هي في البولي بروبيلين. أستاذ عبد الله، سؤال أخير فيما يتعلق بالارتفاعات التي يشهدها السهم الراجحي اليوم. طبعا ارتفاعات الراجحي حاليا يتداول فوق 86 ريال، هي أعلى مستويات منذ نهاية مارس الماضي. هل هذا برأيك يعكس التفاؤل لنتائج الربع الثاني للراجحي المرتقبة، وخصوصا في ظل الحديث بأنه الراجحي لربما يكون البنك الأكثر تهيؤة للتعامل مع انخفاض الفائدة لاحقا هذه السنة؟ بالتأكيد طبعا هذا الكلام يعني ينطبق على الراجحي بشكل كبير، أنه واحد من أكثر البنوك اللي تستفيد مع انخفاض أسعار الفائدة. اليوم النتائج متوقعه للقطاع البنكي عموما هي ايجابيه بشكل كبير، واحنا شفنا النمو اللي صار في الربع الاول في القطاع البنكي كان جدا ممتاز، متوقع انه يستمر النمو في الربع الثاني. واحده من افضل البنوك او المصارف اللي تستطيع ان تستفيد من المحفظه الاقتراضيه والتمويليه كان هو مصرف الراجحي. ف المتوقع انه سوف يشهد المصرف نتائج ممتازه في الربع الثاني، ومتوقع انها تتحسن اكثر مع توقعات اسعار الفائده. هذا اعتقد اللي يساهم اليوم ان نشوف الارتفاع الكبير اللي حصل على سهم الراجحي
وقاد السوق حقيقة للارتفاعات. اليوم أعتقد هو أضاف للمؤشر يمكن أكثر من 30 نقطة في هذا الارتفاع، فالسهم مؤثر وبشكل كبير، والنتائج المتوقعة له أنه راح يكون إن شاء الله فيها يعني مؤشر جيد على القطاع البنكي، وخصوصا على المصرف الراجحي.